قام وفد من القنصلية المصرية بجدة وأعضاء البعثة الطبية المصرية بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات السعودية بمكة المكرمة للإطمئنان على الحجاج المصريين المحتجزين بها. كشفت البعثة الطبية المصرية أن الحجاج المصريين المحتجزين بالمستشفيات بمكة المكرمة وصل عددهم حاليا إلى 163 وحالتهم جميعا مستقرة. على خلفية إصابة ووفاة العديد من الحالات، خلال تواجد ضيوف الرحمن لأداء المناسك بمشعري عرفات ومنى بسبب ارتفاع درجة الحرارة، والذي يعد معظم من الحجاج غير النظاميين أصحاب الزيارات الموسمية، قام وفد من القنصلية المصرية بجدة وأعضاء البعثة الطبية المصرية برئاسة الدكتور عمرو رشيد رئيس البعثة بجولة تفقدية لعدد من المستشفيات بمكة المكرمة والتي يحجز بها العديد من الحجاج المصريين للإطمئنان عليهم والوقوف على الخدمة العلاجية التي تقدم لهم. ابتدينا الزيارات الميدانية للإطمئنان على المصريين المنومين داخل المستشفيات. الحمد لله الأمور طيبة بالنسبة لكل الناس المنومة، في جهود مبذولة من القنصلية المصرية، جهود مبذولة من الصحة السعودية، جهود مبذولة من البعثة الطبية، وطبعا كل ده عشان يتم الإطمئنان على كافة المصريين الموجودين داخل المستشفيات. معظم الحالات منومة داخل المستشفى بقالها تقريبا 48 ساعة أو 72 ساعة. الحالات كلها الحمد لله بتتمثل للشفاء، في حالات كتير الحمد لله كتب لها خروج هتخرج النهاردة، في حالات مازالت تحت الفحص والعلاج الطبي، والحمد لله الجهود مستمرة، وإن شاء الله كل الحجاج يخرجوا وكل المصريين يكونوا بسلام بإذن الله. الحقيقة يعني احنا لقينا جهود كبيرة من القنصلية المصرية هنا، الدكتور عمرو كان حريص جدا على جميع الحجاج المصريين، الزيارات مستمرة، الاطمئنان على جميع الحجاج المصريين، الحمد لله هم في يعني يلقوا كل الرعاية الطبية، فهذا فضل من الله ونعمة، ونشكر الله على أن يسر لنا خدمة حجاج بيت الله الحرام. حجاج المصريين هنا يلقوا جميع الدعم وجميع الإمكانيات، هنا مسخر لخدمة جميع حجاج بيت الله الحرام. الحجاج المصريين الآن يتمتعوا بصحة وعافية، تم الاطمئنان عليهم من بعثة الحج المصرية، ويلقون جميع الرعاية والممكنة المقدمة لجميع الحجاج. ما يقرب من 300 حالة محتجزة بمستشفيات مكة المكرمة، معظم تلك الحالات هم أصحاب الزيارات الموسمية، يتلقون الرعاية الطبية اللازمة وحالتهم مستقرة، ويتم خروجهم تباعا بعد إتمام خطة علاجهم. مرينا على مجمع ملك عبدالله الطبي، مرينا على مستشفى النور، مرينا على مستشفى الملك عبد العزيز. حقيقي كل مستشفى فيها عدد من المرضى المحجوزين، الغالبية العظمى المرضى المحجوزين هم من بعد الحج، مرحلة من بعد الحج، يعني بقالهم يومين وثلاثة. أغلب كل المرضى الحمد لله ما عندناش حالات خطيرة خالص، احنا مرينا عليهم وتابعنا حالاتهم حالة حالة. أغلب المرضى بيبقى مرضى عندهم إجهاد حراري، عندهم ضربة شمس، في بعض المرضى طبعا من التبعية عندهم سكر أو ضغط. الفريق مرور خاص بالمستشفيات الحمد لله متابع حالة حالة، وبينزل يمر عليهم مرتين يوميا لمتابعتهم، متابعة استخراج أي أوراق محتاجينها لمتابعة الحالة. جدا المريض راح حضر النسك ورجع تاني وفي المستشفى، فده رفع روحهم معنوية جدا جدا. جهود مضنية وطارئة تبذل على مدار الساعة بالمستشفيات السعودية لعلاج وإنقاذ حياة ضيوف الرحمن ومنهم الحجاج المصريين لإتمام شفائهم وعودتهم سالمين غانمين لأرض الوطن. محمد حلمي، التلفزيون المصري.